بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بنرو غُدَارِ رزدار صلاة خود السر وبن دقال خلاك كادي انا هي خودش برنامه برنامه مجوى خلك ادخلاك بوري دا مبحث حالة امن كربي سرزمان بحس بر برقرار بنا یا ساو او وبندت شریعت او هر وصا برقرار بينا یا ایمناحی او راحتيه او ارامی کو معاویه ګلک مروکی شرازاب شیا دامذرنده نه جهازکی شرطه او هر وصای زیروانیه مراقبه دینه اشناف دای دولت اسلام هر وصال سرسنو راجی دوره کی ګلګل کی باش اینا حتا غشتو رد کو يعني خالتك كي امم ماله ملكو عرضو نامي و وهر وصا حدود وسنوريت دولة إسلام جهاتنا باراستن ادي دجمنا ناتويريا نشديرو نشنزيك خانزيكي حدود دولة دولتا اسلامي بكن هامي ولايات دولتا إسلامي سرزمان دولتا امويه اترحتو ارام بين عراق تينا مقصد مقطن بجن عراق يعني لويسار دامي و وكوفه جلك في تناو شر وبلا مصيبات الويري تزحف بين لوما ايكش هيسترين اه واليت دولة اماوية قد زياد بن ابيه معاوية جلك شارزابي بودس نشان الظلامة اه دام والي المنطقة بصرة وقت جاشت منطقة بصرة تخلقت بوري وما اه فاقر رابي يعني مناهي نبي وخلقك كسوكي يعني هر ايك زرّوان الملاقات كر رابي سيستمك دينا و في سيستمي الحمد لله حتى دو هيك شيا امن وامناهية برقرار كتن عالم امن بى السر ملك ومال أه وصا يعني خلق اشتراس بى برقرار بى حتى زياد بن ابيه اتباشتن اگر أه هجر هفصار دوارامن برزبتن اتنا برا بصرا وخراسان دا بشتن اف زانم كي او هفسار بريه وصا يعني زيرافاني وهر وصا جافديريا كباش ال ريكو وهر وصا ريبارا هات نجرتن خلقك امن بي السر رحا خوا وصا دي سبل سر مالي خوا خلقك هزركا مازن شخلك عراقي طبعا بو زياد بن ابيه كر هنديكا مروفاكي جالكي شارزا جيبش بيش رخا كيفا وصا دجوار جي بي يعني وقته يعني كي قوتي الدربة خد دينا و يعني توان بارا وكي قوتي قاطع الطريقة و علامة عالم الشلاند و هر كي جرأت دابخ يعني الظلمي و تعداريه بكتن هزره کامازن كير حتى آه ما يعني آه برقرار بي امناهي و امنو آرامي ال وكي قوتي الولايات يا بصرة بشتي مرنا عبد الله بن عامر كو دمي ببورن قصيره عفيك يعني لا عبد الله بن عامر وانما المغيره بن شعبه چوبر دلووانیا خدای کلوی سردمی والیه باجر کوفہ بالجنوب عراق <applause> معاويه زانی کسکیدی احتمال جه زیاد بن ابي ناگرتن الكوفہ جهاردی صفا کوفہ دا ابن حکمه ی زیاد بن ابيہ بان کو زیاد بن ابيہ بو پشتيبه بشتى ریدان وفات مغیری بیا والیه بصره و هروسه ی کوفاجی دورة كي غلا غلا كي باش الكوفاجي اينه والشيار ري ريبارا باقش كي عالم ديساوا ايه من بتن سرحو ملكو ايه مالي طوا ولي هات حتى غوتي اغير تشتاكيش اي كي كاتبا الساريكه كسينات ويريا ويتشتي راكت حتى خدانا بخبقه جاراك ودي ليزو ريباوا او تشتي خاجاراك دي روكيرباك كربات بريكو خدا يعني وصل امنو ايمناهي وكغوتي برقرار بي وعالم يعني ارامو راح حد بيشترط بي السار بي راحو خا ملكو ماله حتى غوتي هافينا ګوتی جنک ابتنه یا بی جن اتمال وبتنه درغه وکری دونه وطن او یا په شتراسته ښکوي کساکي تعارض مالووی حشه او نامساوی یعنی ندبي اوا یعنی تزفر تبع بوتشتلی بو او جهازه الشرطي اوه مخابراته او هر وسایه جوابديري او زیروانيه یکو معاويه دامذرندي بو قدع عالم راحتو په شتراست بنبته باليفکاکي دينه بن سريخه او بن بن حتا صحاره دودل نابن ونطر سنشملكو نروحو ماليخا اگر ام ابزبرين كانه واجبات و اركي الشرطه يعني جهاز الشرطه يشبي سر زمان دولته يا امويه يا كي كومكرنا اخبارا يعني جهازك زانياري هبي اب جهازها تابع لمؤسسه شرطي بي بوكمكرنا اخبارا و قودانت تخلكي و ظروف تخلكي ودراسه و هر وسا خواندنا يا وكي تخ تخ تخت جواکی و هر وصا باجره کی بو باجره دی کاچه و چنی نو کیته تو کی و تو و اف اخبار تا حمی کومت بین روزانه بو و اکی گوتی بو بنگه سرکی چون لویر هاتنه جیگ واویر کردن اف اخبارا و پشتی هنگی گوری وان اخبارا بنگه و هاویتن طبعا کار ای که یه اوه مؤسسه ها یا اوه دزگاه ها اوه مگود کم کرنه اخبارا بی بجنجارا که ظلامک هات دف زیاد بن ابی هی به جا هر وکی یا شوی زیاد بن ابی وی ناسنا کتن ربی خدا نیاسین گوتی از بنی از فلان کره هشتا صحبت خود تمام نکردی کو از فلان کره فلانی ما زیاد بن ابی هی پیکنی گوتی تو چت کنی از بنی گوتی یاشته و از تناسنا کم گوتی ا گویی و از تشت پتری ناست کم. تو فلان کسی کره فلان کسی نویه فلان کسی برازای فلان کسی خوارزای فلان کسی دیکاتش فلان قبیله خو حتا گویی او عباکیل سرملت تجی فلان کسی کرین. طبعا اف ظلامها ما عجيب جرتي ايش وكي جوتي فان بيزانينا اخبار ابيت زياد بن ابيه السر كت كتا يعني هاولاتيت يت, يت عراقيين او كرين اباجي مقصد مرام جينا نا كدا حاشا يعني الديف خالكي بتشتن ب ب ب ارمان انما همي افيا كدا ريكل توانبارا بجرن وبزان كاكي ان يتكا خراب هيا وكي دي بينغا وكي هابشتن عالم دي بي ايشتن يانجي عالم دي ونخاشي خوشگو برایت عزیز کار دوی یه جهاز آنجی سیستم یه شرطه اوه کو سزادان گنهکارا هر گنهبارک یا گنهکارک هبا ات تا سزادان ات برا گوتی قصرا یا والی الویر جلددار هبین ات دام بر جلدا و هر وصا ات ایشاندن کودا جارا کدیل کاری خواهی خراب نزور نده کار سیه یه و گوتی واجبات شرطه اوه يعني جيبا جيكرنا تاوانت شرعي جيبا جيكرنا يا سزادان الشرعي ببورن يعني عقوبات الشرعي او عقوبات الشرعي اويت اش محكمة دار كاتن جزار دا قاضي دار كاتن طبعا جهتكي يعني جهازك تنفيذي هبيت تنفيذ العقوبة او جيدي دي كاره يجهاز يا جهاز الشرطي بلوي سردمي ام افا الوي سردمي هاتيا تشيكرن هاتيا دامازران برهن باركين جل قانون ونظام ومحاكمة وجهاز تنفيذي وشرطة يعني تديبيني احتمالات شو صار فرقه ما زنت نبرة أبي سردمي أبي سردمي دانينا هر كندا أبا احتمالا بترش هزارو ودوساس صد صالة يا هت مروفيت شارع زابين شيان بجهنا اوى قرن يبستو إيك يا بهشتا احتمالا نظامش نيكا أمي أتشين خوشكو برايت عزيز دا بچین جهاز اکیدی هات بیا چه کرن هر آرمانش به اوه بیا, بیا کدا خلق آرام و راحت بتن و پشتراز بتن جیانا و اوه جید جهاز الحسبه جهاز الحسبه اوه جی مؤسسه ایگ بی دزگاه ایگ بی هات بیا دامزرانده با و زیروانی و وکی زیروانی و یا سیکه کار اوه مؤسسه هایان بی دزگاه ها اوه بی زیروانی و چافدیری ها کشان و پیوانت خلقیت کرد که کی زیدت کشد، کی کیمت پیوتن مثلا. أو وكيغوتي أو كيلو كا كيلو بي مثلا من كا كاشتاشته يعني حجمك يانجي كشاك كا تايباتها هبي دائما زيرواني بود كنّا دا ظلم الخلقينه اتاكرن ودا اف تجارو بازرقانة افيدكو بوا نخم كا حلال حلاله يانجي حرام حرامه الديف حلالي حرامي نشونه إنما هما الهمی دمایی تاین و وی که تاین خماوانا اوه یکو باری یکی اجدوه خلک بینه داره به حرامی اها دیفچون اوان مروات ها تکرن و نت هلا اوه با گاوی ها دا خاله خاله دوه نه هلا یعنی بهای تشتی گرام ببید خاصتا تشتی سرکی اوه کو جیانه خلکی پی و گریدای و خوارنه جلکه لباسه اف تشتی تخوصا اوه کو جیانه خلکی پی و که گرام بین عالم دمینید محت الاحتماله بجاش برند زیروانی ها سیکت ها تکرن

و وبرفرهي كتباش جيانا يا خلقي دا خشكو برايت عزيز اه نظام اكادي هابيد قطنه نظام المراقبة نظام المراقبة يا جافديري اوه جي سر زمان الدولة الأموية هابي معاوية بخاب خاب شخص خواه نظام اف سيستما دانا اف, اه اف جهازي ها جي اف اه سيستمه هاد بيادا داناندن بو سي يعني بو سي مرمى ايجي اوه دا جافديري هندك مروويت ید گمان السر اف مروید گماناوی وگاوی های مثلا گل جرا حاکم دی بریاری دت دی بیشتن بلا فلان کس اش مالا خواه ندر اقامه جبری دین تسر آن چنا بتش باجری در یان جی هر ده روژا یان حیوی جاره که لازمه بیتن سردانا مرکزی شرطه بکتن اوه بودشیه داشت نزیگ و حکمت دست حالات اوی مروویل بر جاوید حکمت دست حالات بتن دات مروه زیده گاویا نها بشتن و لازمه هر پنچ نوی جیب تبي تو تو نوی جیب کی تاوان بارک هبا اه هشتا گمان السربا شکل سربا ادگوته نی لازمه تو يعني هر پنچ نوی جا بی نوی يعني اوي دي بكي نوي جيب جماعات المزقفة بكي دال پیش جاوهت ما بي پیش جاوهت السلاة بي داتو برزنة بي داتو زيدا غافيا نكي یانجی و کی کچا و گاوی مگوتی چنا نه تهلا کسا کش کی تاوان یانجی کی گومان سر شکل سر نه تلاش باجری در کفت نه و کار کار دو مگوت الاسکان الجبری انجی الاقامه الجبریه دینا سر نه تلاش مالت وانا درکون، یانجی نه تهلا مثلا نش گندوان در کفت یانجی نه تلاش باجری نه تلاش حوشا خو در کفت اوجی کدا یعنی ضرر وی مرو بلاف نبت ناف جوکی ده خلاص یه اوبی

کی گویی دستگاه امنهیه یه سرزمان دولت اماویا امده ام دو ماوی برنامه یه مای اگر خود حس کنده چی نه باوته دی بحث کن اگر خود حس کندن اوجی اداره یعنی سیستم اداره و سیستم ولایاتا و روبرنی و دست حالات سرزمان دولت یا اماویا شواز یه دست حالات یکو معاویه خودش راضی بتن يعني بيراوت كير الشواز مركزي بي ولا مركزي بي حتى حدكي مركزي بي وهر وصا يعني حرية وآزادي جهابيكو دابيا كو دابية واليا حتى حد يعني بربتوان بفرها كير بينو نو بردستيوان عدريش كير بي كو او هندك يعني الگوره عقل خواه زانین خواه شارزای خواه هندک دا صلاة, يعني دا صلاة بو

و جوراي دا صلاة أبدا صلاة يعني حق داخل صلاحياتها بين ونجح حتى حد كي برنا يعني ريفابرنا ونولاتا أذكر جوراي سياسة دولة هي جشتي طبعا نجدر في سياسة دولة هي رسمكرين وإنما تأرجحه سياسة دولة هي جشتي يكون خليفي الرسمكرين طبعا جوراي أوه يعني الجوراي أوه سسستم الجوراي أوه نظامه أو دستوري ويلاتد خوا موجود أقرب أقرب معاويه يعني هنديها بان صحابته غمبريها بن صلابه خدي السربيان كره صحابه هبان ابكارت انان بو داسلاتي ريبرنيو دونا نسر كورسيكا چونكو ابيتا بيتر جيي بشترازبي ابيتا خيانه ناكن ابيتا خاشا خرابي ناكن مروفيت بيتشي بينا صلاح واكي غوتيشانو طاقات الاداره ي حمي شوازا يتهين. طاقات سياسية إدارية أبورية جواكي همية هين لو ما هندي صحابة پیغمبری هبن صلابة خود السر بن اجبر بركة وانو كرت وانا جهين هر وصا ابكار دينا اوه اموية هر اشناف داي بنمالة اموية جي معاوية جي جالك جرب كارت اينا. بس أوجي جد جيرتن، نه ما هر کسا يعني اندام بنمالة يوه بنمالت بنمالة هما حمو کیبت حلیل ومليلات ایننده صلات الدنوی دیناسر کرسی کا او دیناسر د فن عالم بی رازی بنا خلکه نخیر لويستردمی جاف چندهبی پس شنو بنمال امویا بروکه معویا گله کیپ جپشترض با کو اباب کیر تتن بروکه یشارهزه د شپ اداره و کی گوتیا اوی وظیفه کتن او او وظیفه او د ابریبا بت شنیکو تاودا داس نیشان گستره وی د چند د پشت داماز راوی دا مداماز راندناوی کسیجی اوش بنمال امویا

فت باجر باجر فتحت كرن ولات فتحت كرن يعني بصرمان هند شارة زنابين وكي خواجهية وي منطقة بوري بابرنا كارو بارد يت منطقي منطقة وي هرمي هما او خلقياب خوب خط هيلان سر دستالات اتوانات هيلان سر يعني وكي قوتي وي كارمند كارمند هيلان سر كار اتوانا اجبركو لغة يي وانا و يي عربا نا بي اوش بهند عربا وقت دولت فتحت كرنا، ملت فتحت كرنا، باجر فتحت كرن هند شارزاكا إداري وصناعي ما جوت بري عرب، ويك جزيرة عربات شو بين، جلك شارزا نبین، بجاء جلك جارد هرش الدولة بجرش روميا هر شفارسها بگرش، شرومية مثلاً شقبطية يعني تهتنب كار، إنان ده حالات دانه و، اتكيرن كارمنت الدولة دا، يعني اه يعني بوچت شتي جبر چي چونكو اويت شارزا اد بياوي كار خدا او انا پتر لاوتر پروا ادبر حتى دكتور ي شخصي ما گوت ي تایبت ي معاويه اد گوتني ابن اثال نابصر مو يعني حتى گوتني اه كاسكي ي فلابي يعني مسيحي بي وصى يعني معاويه استفادش طاقته و و و خلقي وشارزا خلقي صلات د خلک شرازه خلک استفاده جدید بوري و هر ظلم کی دی أه يعني تقولني سرجون, سرجون الرومي رومي الرومي بأبها أبها الرواش مالي بيه معاوية هر دمر وكي نه بس دائما مجلس معاوية دا يه آماده بي و همي وقتا هر كاره كي مالي يه آبوري هبا استشارا ويت كيرو كاري ادگل ويت إكديا ابن مينا أبها خلق فارسا بي يعني ادارة املاك الدولة يعني اف بتقول إدارة الصوافي صوافي أو ملكية زراعية أو تابع الدولة بجاكاچا عبد النف كرخاو أو هر برهميوانا بايزابينو، وجدو كرخانو، وصدقات و باقي هادي بين دين بيت المال ادارة املاك الدولة، اه ظلامها اذكر ابي ادبجني ابن مينا. أه هر وصا يعني جبلي بصرمانة مثلاً مسيحيه جهية اوان دين دي مثلاً، وان مذاهب دي هم يا حرية مطلقه بي. ماغو دوري خو دیت نو د دولت یا امويو د حرياتو ازادي هبيبو پرستنا شيواز پرستنا خو او امين بينلسار كنيش ديت خو او واکه ګوتي جه عبادت خو حتى معاويه فرمان کړ بي يعني هزر کې جاره کې واليک اي خص چونکو مروفا كي ذمي كوش يعني تشكو مروفا كي ذمي كوش طبعا اخس وهر وصا يعني عقوبه جيكر سيرفي مساله بوتشي تشكو بيغمبر صلاه وسلام باش من عاد ذميا فقط عاداني هر كي عداوتك الجل اي كي ذمي ابيش كوش جبلي بالصرمانات اديان دي دات ناف اسلاماتي دا يعني تعداري اللي بكيت مالي بخوت هراكي اف ضررها المنكري لو ما يعني معاويه جالك جاف ديريا مسيحيات كير جلك جاف ديريا جهيات كير جلك جاف ديريا قبطيات كير جافدريا همي بيان يات كتنا إسلام دا كو الظلم لنا يتاكرن وحق وما فتوانا يعني خوارن ونبس بس حتى بجن زلزالك المنطقة رحاية أفا المنطقة بين سوريا و تركيا دا ديرك هبت ديرا رحاية جلا جلا قبنا ودنك بي يعني أف گویی پشتی یعنی هر رفته گوتنه دیرا اودسا گلکا حتی نکه جه احتمالا شینوار و به مابن هرفت رفته پشتی زیرزاله اینا گوتن فرمان کرد گویی او دیرا جارا کدی بتا آوا کردن هر هش برای اینکه حتی دو ماه کجی اش و کی گویی اش استار مصرفا یا دولت اسلام بيتا آوا کردن وصا خالک کی دی یه تأمین بر سر رحاخو و سر دین خو سر هر وسا دی سوا یعنی معاویه فرمان کرد که قصر کامازن مازن بو خلافت بیت آوا کرد نو که جا موجود بجنه قصر کسک القصر الخضراء و اکی هر وکی چا قصر جمهوری یا دولت دویگاوه قصر کامازن مازن نو که جا موجود یا مهندسی توی تو و اوید هندسا یا به قصر دایناینو حتی بنای تو و اوید کو اف قصر چکری هرش برای که حتی دومه که همی نبسر موان بین و اکی ما چونکو شارزا ادوی بیاوه نبس أذابتنه بو اداره و ورئيبرنا يا يا دولته حتى معاوية عبد جيب كارت انان عبد إسلامة جديدة ويجواز نباه خويا هي ويكى بصرمانة كي خشواش فرق جداتنا برا يعني عبدي ويا حردارين ويا راشوي السبيدانين إلا بالتقوى بجا جلك جاره هنتايك مرويتهن حتى عبد جيبن قاودان أيوة لكيري عبد بس شيانة ما زنها بين يعني معاوية شيانة وانا برشا فرقتهن استفادة جديدة تجتهن موالي ظلامه هبت جتهن عبد الله بن دراج يعني خيكو خرج كوفا هامي دست في دا يعني املاك خيكو خراج يعني وزريبه وزكاه وابتش حمي داست في ظلامها في عبد هذا بين يعني كومت كيرن انانا بيت المالي ظلامها أه كيداير كوتيني وردان وردان بخا بخا عبدك بش عبدات مصري خيكو خرجت مصري حمي كومت كيرن وكاروان و و يد دواره وملك واملاك مصرية نقل كرن انانا يعني بايتاختي ي شامي ال الدمشقي ال ال خش كبرات عزيز ما قلت يعني واليه يد دوله اسلامي سرزمانه يه أمويه يعني السلطات يعني ده سلطات محدود بين يعني ده سلطات وانا محدود بين دستشانكري بين وافده سلطه جوانا بريفات بن, بن اشراف جوفديريا يا خليفه دا. الا عراقنا ما قلت عراقي هندي هند فتنو بلاو مصيبات وشر وقرقشة دابين واليه يه عراقي واليه ما قلت يه بصرا و كوفا دست برفره بين دستي و هر قفاكات شيا يعني اگر بن قصاصي و ايكي بكو جد بن حدودا طبعا جدار و حدود حدودة وإنما بن حدودا و ايكي بكو ايكي ايكي ما درب در يعني یعنی در بدر کتن اه مثلا وکی اه ویگاوی ما گوتی نفي نفی کتن در صلاحات والی عراقه ادبر فرهبین ما گوت بوچی چنکو هندی عراق ما قد دولتك يانجي جواكك يبرى الله بي ظلم وتعداري اللي تتكرن شر وفطنة ومصيبات قلق لي بينه بين وبربلا بين لو مواليه يش يعراقي لازمة دا سلاطي مطلق بان دا يدريش با داشيا با ضبطا عراقي بكتن ما قد هندهن نخوشي واضطرابات في ولاتي دا دابن بين ولاياتا أه، أه، ولايات عام الدولة الأموية دا. بنش ولايات مزنة سرقة هم من هرتشان ده كده جيت بتشيك هم بس كدا صحبة درش نبدة تأكيد السربان بنش ولايات كين ولايات بصرة باش ولايات كوفة ولايات مكة ولايات مدينة ولايات يا مصر دا صح كده كان كي إدارة وان ولايات كير أوكي أف وكي قلت أف أدبرن ولايات بصرة أبليك عبد الله بن عامر أه، طبعا أفيها إيك الصحابة بيعن بريا صلابة خد السربان واليه بصرى بسر زمان دولة أموية طبعاً بوتشي شيء معاوية قبيل كر كوالية بصرى بعدين واليه بصرى حتى سر زمان إمام عثمان دستكي دستك هبي بجهاد دا وفتح كرنا ولاطة شلاير وشها و حتى منطقه ساجستاني منطقه خرساني حتى نزيكي افغانستاني جي ابي فتحا كيري بشار زايكا الهريما فارس لوما معاويي أبيها هيلابي وكوالي ال يا بصره بس بشتي آه يعني ابيدي آه 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 عبد الله بن عامر آه شويه بردلوفان ياخذ تعالى آه معاوية زیاد بن ابی ہی کروالیه بسره وکی برینو کی چنجاره ما دوباره کړی زیاد بن ابی ہی دوره کی گلا گلا کی مازن تاریخ دولت امویہ دا یی هي اشبرنده ناتچبت اموسا هم ام سره ببورین هم بس ناوی بجی سره ببورین الا ام پچا کلسر اوی کاسر روستین کاوی چ زلامبی او کارتی کرناوی تاریخ دولت امویہ دا کا چن بی او دور ویت ریدان او احداث ساده کان چن دوره کی گلا گلا کی مازن هبی زیاد بن ابی ہی جار اولی کا ناوی بوچید بیژن زیاد بن با ابی زیاد کره باب خو باشه بوچی با کا باب وی نو باب او چیا اگر هند یلا ما زیاد کره باب خو کسا کی نو زانی باب وی کیا زیاد کره جاری کی بی اد گوتنی نو اوا اوا جاری ها اد اسماء نو اوا اسماء بی وطبيعته جاري طبعا أبدا كرت بها فروشتن أبدا فروشة بي يدي دا فروشة بي حلال بين بو خداني خواه بشنا لو ما أف جاري ها غلقا بركاتي بي وش غلق دستها تبا قهاستن أو بخواه دست بيكي أبا أف أو ديا أف جاري يعني يا ظلامكي بي اتقوتني یعنی یا یا ظلامه که عرب بی اف جاریا ها گلکا برکتی بی پشتی هنگه ابو سفیانی اف, اف ها کری بخواه و مهر کر یعنی بخواه اینا و طبعا بیا جنکاوی بیا حلالاوی لو ما هکر خوده حس کت انشاء الله ام گهشتین خلال وی وی خلقا وی برنامه ده انشاء الله ام بیجین کاچاوا زیاد بتا ابو سفیانی بجا وقتی ایک ایکی شخصا کی وصا یعنی يعني وای کی زیادی کو بابی وی نه بر نیاز بتن و طبعا انسان اگر بگله که برکتی به ظلم اگر گله گله بتن هر کس که ها بتن دش ده دي حس که تن ها وای کی اش إيجا خوی بتن اش قبیلای بتن اش باب کی بتن و جا مگود بن آبیه مرو وای کی گله گله که زیرای بی هشتا امام علي ساخ بشتوان امام علي بي يعني ادگل امام علي بدگل براوي بي و جلگ جلگ دفاع نور يش معويه جل بن و بر روانیا کا به سنوریش امام علی کردی. معاویه جلگ جارا محاوله کرد که أبي هم اوه مروی هم بن طایخه و اگه گویی قانع کتن بینت بینت بن طایخه ببین بکت پشتوانو هاریکار بخه. زیاد بن آبیه ما قبیل نت کرد و مال جل امام علی حتی امام علی هاتیا شهید كيرن. پشتی هاتیا شهید کردند جی زیاد بن آبیه جیشکا یا وکی گویی یا مزن بخواد برهف كير. ورأس قصة هاري ما فارس و المنطقة خراسانة خو هندي معاوية هاتي تنازل بمعاوية ناكر كر معاوية زاني فيها نهما مرو بيكي هوانطايا يعني يي بيوزنا حتى بيتو و بيت سري خوا بمعاوية بجمينة و بن فرمانا معاوية و وستاريخه بك بنيركي معاويهي وغلغراكم زحمتا الا بكار اينانا هيزي معاويهي انسان كي هند شهر ازابي زيبزي كار نت انا يعني الا يعني شو لكي وصبك شو رناچبنه الا كار اينانا شو چك زاني كار اينانا هيزي ده خين اتراشتن بصرمند اينا کشتن بصر لو ما بينا خفر هاكر حتى يعني پشت امام علي حسن ك روي هاتي حسن جي ام الزانين تنازل بو معاويهي كر برا هردو وكي گوتي اقليمي مدولتا اسلامي اقليمي الشامي واقليمي دا پیدا وأمن او امن امنهيه برقرار بي عامل جماعه وصلح پیدا بي اشني دي معاويه محاوله كيرين يعني زياد بن أبيه بيتن بدتا معاويه پشتي بي خليفه وطبعاً طبعا بيت هنزلي دام پیدان دستلاتا دا يا معاويه بيكتن هندي هاته نشا زياد بن أبيه هي هردي سوا ما گوت رابي المغيرة بن الشعبة أبي ايكش إيك الدولة دولة إسلامية جلك بروبك إنسانك زيدة, زيدة كي يشارزايا ربي فريكر كهر بومن زياد بن أبيه قاناك مغيرة بن الشعبة قصت منطقة خرصاني كر والشول جل زياد بن أبيه آخر شيا قاناكتن زياد بن أبيه بيتن وببتا إيك شوالية دولة إسلامية او سره معاويه تنو بيعه ها او او زياد بن ابي هي او معاويه دام از و بو باجره بصره عزيز ام لسرو راست انجاره معاويه مرو وكي شارزايه همي وقتا دستي بو وكي گوتي پناي بو بو هيزنا بتن وكي اف مثلا کردید بيجن او گریاب دستاوت بتن هاوجنای که تن ددان اب کار بینتن یان سری ماده ایشتن ما درسو که هاوی جیه لاو ما معایه مروف گلک دم جارا سریه بو آریشا یعنی هندک جارا زمان بت جارا سری تشتنه انتا تشتی نش بیر زمان اب سروت چتن که بن هما زیکا بسریگ وطن پشتینگی اوه ریکا دوی رکاسیه سیه معایه مروف اکی شارزا زانی کو یعنی همی شولا نه ایلا او خواب خوابه کتن هندک جاره دی هندک مروفاب کار اینی احتمال او رولا کی باشتر ببینن بو انجام دنا بو دیتنا چاره سری بو اریشا کلا مغيره بن شعبه يعني کرا وكي گوتي ما ظلمك يعني اذه ها کرا بتجار هاوتون بتا او آرشا او كشات نبره زياد بن ابي ومعاوية ده تا چاره سر كيرين او زياد بن ابي بي اي كشواليه دولت اسلامي زمان دولت امويه خوشكبريت عزيز ليشنده ماتين دو ماي ان شاء الله صحبات السر زياد بن ابي ايش ماي اگر امدت خلاكي تبدا ان شاء الله دي ابدو معاكيين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته